هذه أخت تقول كأنها حلمت أن تحمل أم الربيان وهي ربيانة كبيرة في يدها. والله إن كانت هذه ما طبعا نعلم عنها شيئا، لكن نقول الربيان الطري يدل على المال الكثير، وإن كانت متزوجة لعلها تكون ابن بنت ولديها شيء من المال والعلم عند الله. مسج آخر، هذه امرأة رأت أن كأن زوجها متزوج عليها، الظاهر أنه يقول لأخوانها تحبها واجد. نقول نعم صحيح أن المرأة إذا زاد شوقها وغلى الزوج في قلبها تتعلق فيه حتى في منامها، تقول أن تظن أن سوف يذهب. نقول هذا من حديث النفس، لا يقدم ولا يؤخر، العلم عند الله. معنا اتصال من الأخت بشاير، تفضلي تفضلي. ألو. تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حلمت حلم بعمتي. نعم. حلمت أن عمتي عندها كبت لونها أبيض. نعم. الكبت هذا حطينا فيه قلاصات ودوالك وفي بريد، البريد هذا قالت لي بتبين أخذيه. إيه، وقفلنا المطبخ، في المطبخ في ماي، قاعد نمسح في ماي واجد، نمسح إن الماي يدرج. إيه بس يا شيخ. خير إن شاء الله. يا شاء الله بشاير. بالنسبة لرؤية الكبت وأحيانا يسمى بالدولاب، نقول أن الكبت للبنت الغير متزوجة هذا زوج، وأبيض هذا زوج صالح. أما القلاصات والدولكة إن كانت البنت غير متزوجة هذه بشرى خير من ناحية زواجها بإذن الله تبارك وتعالى، ثم كثرة ذريتها. أما الماء إذا يعني غسل المكان بالماء فهو زوال الهموم والغموم والأحزان، والعلم عند الله تبارك وتعالى.